مرحبا، يعطيك العافية. معكم فارس الجوهري من فريق سمارت. اليوم إن شاء الله بدي أكمل موضوع البروبرتي معكم، واللي أشرح بروبرتي جديدة في السي اس اس. أوكي، هسا لو شلنا هذول الباراجراف عشان نعدل على باراجراف واحدة بس. أوكي، شلنا هذول البروبرتي تعلمناهم اللي هم الفونت سايز اللي هو حجم الخط، والكالر لون الخط، والفونت فاميلي نوع الخط، وحكينا في كمان واحدة اللي هي فونت ويت، واللي هي بتتحكم بكثافة الخط اللي هي بولد. اوكي، بدنا نتعلم اشي جديد. هسا احنا لو عملنا سيف وعملنا رن قبل ما نتعلم الاشي، لاحظوا انه هاي الكلمة عندي اياها على الشمال. اوكي، هاي الكلمة بدي احطها بالنص او بدي احطها على اليمين، تمام؟ او هي الكلمة كانت على اليمين بدي احطها على الشمال. شو بعمل في السي اس اس؟ تعلمنا بال HTML تاج اسمه سنتر، وحكيت لكم انه هذا التاج مش يعني مش اشي بروفيشنال انك تستخدمه، لانه هو اصلا اشي شبه اللغة. الاحسن انك تستخدم في سي اس اس بروبرتي اسمها تكست الاين. هاي التكست الاين بتتحكم بمكان التكست، مكان التاج. اوكي، انا عندي هذا التاج على الشمال، هو لانه احنا صفحتنا انجلش، تمام؟ فهي راح تبلش من الشمال لليمين. اوكي، انا بدي احطها على اليمين، كيف؟ بدي احطها بالنص. بكتب هون تكست داش الاين. اوكي، تكست الاين. اوكي، انا بدي اياها وين؟ بالنص، سنتر. فلو عملت سيف هتلاقوها صارت بالنص. اوكي، طب انا بدي اياها على اليمين، بدل سنتر هون بحط رايت. لو عملت سيف راح تلاحظوا انها راحت على اليمين. وليفت ما راح تفيدنا، لانه احنا اصلا صفحتنا اوريدي بتبلش من الشمال، يعني ما راح نستفيد من ليفت. متى بنستفيد من ليفت؟ لو صفحتنا كنا بنكتب بالعربي راح يبلش الكلام من هون، فاحنا بدنا نحطه مثلا على الشمال، فراح نستخدم الليفت. تمام، هسا تعلمنا التكست اللاين شو بيسوي. هسا في شغلة مهمة، نرجع نعمل رن بدون ما نحط اضافات ونفهمكم شغلة. لو كبرنا شوي الصفحة عشان تشوفوا. هسا احنا كثير مرات بنيجي بنفوت على موقع بنلاقيه حاطين لنا مقال، المقال هذا بكون زي مفشق اوله مثلا مقدار مثلا كلمة، تمام؟ وبعديها نبلش الحكي، او لاي سبب كان ممكن انا بدي مثلا الكلام يبلش من هون، من هون او من هون بدي اياه، مش بالنص، او بدي اياه يبلش من هون. انا كيف بدي اعمل هاي المساحة اللي بدها تكون هون فاضية؟ خلينا لو فتنا على البنت عشان تفهموا اكثر. انا هاي صفحتي، تمام؟ بدي مثلا هاي المسافة كلها هيك مثلا فاضية، هاي المسافة، وبعدين يبلش الحكي، او بدي من هون يبلش الحكي، او من هون يبلش الحكي، او مثلا بدي اياه من هون او من هون. كيف بعمل هذا الاشي؟ في عنا بروبرتي اسمها تكست اندنت، تمام؟ نشوف كيف تنكتب تكست داش indent. اوكي، هسا لنفرض انا بدي اياه بمقدار مثلا 5 بكسل. لو حطينا 5 بكسل راح نشوف قديش راح تزيح الكلمة. لاحظوا انها زاحت اشي بسيط. طب انا بديش اياها 5، بدي اياها اكثر حق. لو حطينا مثلا 80 بكسل، اوكي، وعملنا هيك هتلاحظوا انها زاحت مقدارها القدي. اوكي، طب انا بدي اياها تزيح بمقدار 30% من حجم الصفحة، من عرض الصفحة. شو بكتب؟ بشيل البكسل هذا وبكتب 30%. 30% معناه 30% من حجم الصفحة بالعرض، يعني الويد تبع الصفحة. اوكي، لو عملنا رن راح تلاحظوا الكلمة وين راحت. هيك هاي المسافة، هاي 30% من حجم الصفحة. اوكي، في كمان وحدة قياس اللي هي السي ام، اللي هي السنتيمتر. لو حطينا هون 80 سي ام اللي هي 30 سنتيمتر، لاحظوا انه هاي كل هالكلمة راح نصها وكملت في السطر الجديد. نصغرها عشان تفهموا اكثر. لو حطينا 40 سنتيمتر وين راح تزبط الكيف؟ ما زبطت. اوكي، 20، لانه العشرين سنتي اشي كثير كبير. لاحظوا انها زاحت هالقد ونزلت على السطر اللي بعديه، تمام؟ فالسنتيمتر وحدة اكبر من البكسل يعني، تمام؟ هذول الوحدات تقدر تستخدمهم. فهمنا شو التكست اندنت، وفهمنا شو التكست الاين. في شغلة مهمة، نشيل التكست اندنت ونشرحها قبل ما نكتبها. لو عملنا رن،
هسه انا مثلا بدي هاي الكلمه، عندي كلمه هاي مهمه اوكي، بدي احط تحتيها خط، يعني بدي هاي كلمه كاسكيدنج ستايل شيت بحط تحتيها خط، كيف بعمل هذا الشيء؟ في اتريبيوت اسمه تكست داش ديكوريشن. شو التكست ديكوريشن هذا؟ لو حطينا اندرلاين جوا اندرلاين تمام، ورحنا شفنا شو طلع معنا، هيحط لنا خط تحت الكلمه. طب اوكي، في له استخدام ثاني مهم التكست ديكوريشن اوكي، اللي هو للتاج الاي. اذا متذكرين تاج الاي هو تاج اللينك، مثلا لو حطيت هون كلمه جوجل، وهون طولنا موقع جوجل زي ما هو، هون جوجل اخذنا موقع جوجل وحطيناه هون وعملنا سيف تمام، ونشيل هاي عشان ما تعجبكم. بيجي باي ديفولت اللينك تحتيه خط، لو فتنا عليه راح يودينا على جوجل، بس هو باي ديفولت بيجي اللينك دائما اللي هو تاج الاي الانكر، باي ديفولت بيجي تحتيه خط، بيجي اندرلاين تمام. فانا بدي اشيل هذا الخط، غالبا استخدام الاشهر للتكست ديكوريشن انك تشيل الخط من تحت تاج الاي تمام، عشان المنظر يصفي احلى. فشو بعمل؟ بفوت هون بدل البي، انا بدي اعدل هسه على الاي، حكينا يا بعدل عليها بكتب اي وبعدل بكتب تكست ديكوريشن نون تمام. شو يعني نون؟ يعني شيل الخط. لو عملنا ريفرش بتلاقوا الخط راح واللينك لساته شغال زي ما هو اوكي. او بديش اعدل انا زي هيك، بعدل في طريقة اللي هي الانلاين، اللي هي بكتب هون ستايل وبكتب هون تكست ديكوريشن وهون نون اوكي، بروح بعمل ريفرش بلاقي نفس النتيجة معي. وفي الطريقة الثالثة طبعا الاكسترنال، الاكسترنال كثير سهل وفهمتوها انتو اوكي، شيل هذا الحكي تمام. هسا بدنا نتعلم كمان اتريبيوت، مش اتريبيوت، بروبرتي للويدث والهايت. انا بدي اتحكم بالعرض والطول. مثلا لو عندنا تاج مش التاج اسمه ديف، تاج الديف حكينا ايش بنستخدمه في ال HTML، كتبنا جوا الديف مثلا CSS اوكي. خلينا نروح نشوف شو طلع معنا. لاحظوا انه الكلمة طلعت تحت لانها بلوك element نزلت سطر تمام. انا بدي ابعدها عن جوجل شوي، عن كلمة جوجل، فبحط هون بي ار وكمان بي ار عشان تنزل لتحتها شوي اوكي. طيب انا هاي الديف تمام، بدي احمل مثلا الها، لو هون كتبنا ديف بدي اعدل عليها، بدي اعملها باك جراوند زي ما تعلمنا باول فيديو بالسي اس اس. باك جراوند مثلا خلينا نحكي يلو اوكي، لاحظوا انه اعطاها باك جراوند يلو تمام. هسا انا بدي اتحكم بعرض الديف هاي، يعني لاحظوا انه الويدث تبعها ماخذ كل الصفحه، انا ما بدي اياه ياخذ كل الصفحه، بدي اياه مثلا يكون هالقد اوكي. ولاحظوا الارتفاع تبعها اللي هو الهايت قليل، انا بدي اكبره اوكي. فشو بروح بعمل؟ بكتب هون ويدث وبكتب هون مثلا بدي اياه مثلا 300 بكسل. لو نروح نشوف شو صار بالويدث، راح تلاحظوا الويدث صار 300 بكسل اوكي. الهايت بدي اياها مثلا 500 بكسل، مش 50، 500 بكسل اوكي. لاحظوا انه صارت 500 بكسل، 500 بكسل كتير. لو عملنا مثلا 300 خليناها مربعة اوكي، هيها ما اعطى 300 لان اعطينا 30 مش 300. لو عملنا سيف ورحنا شفنا راح نلاقيها صارت مربعه زي هيك. اليوم تعرفنا شغلات كثير، تعرفنا كيف نتحكم بالويدث للعنصر وبالهايت. طبعا الويدث والهايت مش شرط للديف، لاي تاج احنا اخذناه، بس انا بعطيكم امثله يعني عشان اشكل اورجيك كيف نعدل على اكثر من عنصر اوكي. تعلمنا كيف نتحكم بالويدث والهايت، تعلمنا كيف نحط باك
باك جراوند كلر لقدام ان شاء الله راح نتعلم كيف نحط باك جراوند ايمج، مش شرط كلر يعني مش شرط لون، في اكثر من شيء راح نتعلمه لقدام. تعلمنا كيف نتحكم بمكان الكلمة بدنا اياها في السنتر ولا رايت ولا ليفت، تعلمنا كيف نعطي مسافة قبل الكلمة تمام اللي هي التكست اندنت، تعلمنا كيف نحط خط تحت الكلمة او نشيل الخط من تحت اللينك. هيك اليوم تعلمنا، ان شاء الله بالفيديوهات الجاية راح نتعلم شغلات اكثر. يعطيكم العافية.